Welcome. English now, grade 1, revision. يلا مع بعض نشوف الأسئلة الموجودة عندي. Number 1, mark the correct answer, yes or no. بمعنى السؤال دوت معتمد جدا على الصور اللي قدامي وحجاوب عليها يا إما بيس يا إما بنو. Number 1, he is my father. قبل ما بجاوب يا حبايبي لازم ابص كويس قوي على الصوره اللي قدامي. الصوره اللي قدامي صوره ولد صغير يعني مش اب، يبقى yes or no. No. Number 2, my name is Mona. وجايب لي صوره بنت، يبقى yes or no. Yes. برافو، خلي بالي من الصور كويس جدا. Number 3, she is my mother. وجايب لي صورة أم، يبقى yes or no. برافو، yes. Number 4, my name is Fadi. وجايب لي صورة ولد، يبقى yes or no. برافو، yes. يلا مع بعض نشوف السؤال اللي بعديه. بيقولي number 2, rearrange، رتب. السؤال دوت حبايبي بيكون جايب لي مجموعة جمل متلخبطة وعليا ان انا ارتبها، واول كلمة بيكون هو حاطط لي تحتها خط واتأكد من جميع الاجزاء الجملة ان هي نزلت. What your question mark is name. The answer is what is your name. ومنساش question mark، ولو عندي full stop منساش ان انا احطها. Number 3, complete اكمل. وبرضو السؤال ده معتمد على الصور. Number 1, دي كلمة father وجايب لي صورة اب، ناقصها letter A. برافو. Number 2, grandpa، ناقصها letter N. excellent. Number 3, sister، ناقصها letter S. Number 4, underline، حط خط. Number 1, I am is or علي، I صاحبتها am. Number 2, he am is or my brother، he صاحبتها is. Number 3, what how where are you، انا واخد السؤال دوت how are you، كيف حالك. Number 4, they am is are my father and my mother، they صاحبتها are. Number 5, she is my sister، father brother، she is my sister. Number 6, he is my mother، grandma brother. Bravo، he is my brother. Number 7, my name fine، what is Ahmed، my name is Ahmed. Number 5, look at the pictures and write the missing parts. السؤال ده برضو معتمد على الصور. Number 1, he is my، وجاي لي صورة جد، يبقى he is my grandpa. Number 2, this is my mother، she is a، وجايب لي صورة أم، يبقى this is my mother، she is a girl. Number 3, my is Mona، وجايب لي صورة بنت، يبقى my name is Mona. Number 4, she is my، وجايب لي صورة جدة، يبقى she is my grandma. Number 6, find the odd one، اوجد الكلمة المختلفة. Number 1, أحمد، منى، علي، فادي، كلهم أسماء ولاد ما عدا منى، يبقى منى الكلمة المختلفة. Number 2, am، name، is، are، am، is، are، أصحاب، verb to be، يبقى الكلمة المختلفة كلمة name. Number 3, brother، sister، mother، girl، sister، mother، girl، دولت بنات، يبقى brother هو الكلمة المختلفة. Number 4, منى، علي، سلمى، هنا، منى وسلمى وهنا دول أسامي بنات ما عدا عايدة، وات الكلمة المختلفة.
نمبر 7 كوبي، اكتب بخط جميل. He is my father. هكتب الجملة زي ما هي، اول letter عندي لازم يكون capital، اخر الجملة عندي لو كانت جملة هو كاتب لي full stop لازم اكتب full stop. طب لو هو جايب لي سؤال واخر السؤال عندي question mark لازم اكتب question mark زي ما هو كاتب بالظبط، انا بكتب زي ما هو كاتب. باي جريد 1.